بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الموضوع ولا لدورتين وعزة المسلم وقفك مسلم كا شرفتي دي سي كرامتي سي عزتي سي. كلمة العزة في اللغة العربية ومعنى بلارنتي عزة وهي عز الليل هذا عزة وهي عز الليل هذا عزة وهي عز الليل هذا أنت بوا صار مضارع هذا يضل كرب ويضل حصر ويضل قدم أنت بنا معنه ويسكجدية ضدو بحان وحين نورن كرنا عزدا إنه كور من وخلاف الذل ذل النمدة عكس جدوية أصل الكلمة نوح بيشي جيسا القوة والشدة والغلبة والرفعة والامتناع معنى ياشا سياف عربي قابي كواب وروري جيسا هذه هذا فلان هو عزيز معنى هدوح بي وقف حوق له وكرام له وشرف له وغالب نقضة ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإن بدن يسوي سكسي فيه معاني دا عزدو أي وضطه معنى الغلبة با كمدة سيدة قرآن كباكو صارتي وعزني في الخطاب لو ذنين الدودي وحكى لو كمدة الشدة والقوة وحكى لو كمدة نفاسة القدر أما ويندة اصطلاحهان وحل قلت المامين يتهون صفه قفكو وياشه وكم من عين يساء إن لقى غالب نقضه لما أن الدولة لهين أو أحبال هين والدولة دوا وين الجبيستا وودن نضوض الله قيب صدي ويجو يستلا ومتبكى كلدي له وهذا اللي نبى كنا أربعنا هين قلت المامية فعزنا الله بالإسلام لي إلهي وحنا نقول الشرف نقول كرامي نقول وين الإسلام نمو فمهما نطلب أو فمهما ابتغى هذا مقدر النبو لي الشرفت يا ماموس يا ويني ده وحي الله نهو كرامي وحان عين إلهي وانا ذلين يا أبو عمر لي عمر وحي لي داد لي تان وحي وحي مقع يا ماموس كالنو يالي وانا نو إلهي كحر نو ديتي سفاعني إما هدرك يا وحان حرن يا وحان ماها وحان كو كرامي ومني بولي هذا نو دينتي وحان عين كرامي الشرف كرادي نو وان برنا يبو مركات المام يا عمر ووطقل دن وأن بشابه تلمامية أيها الأحبة مسلم كي هو روحها مركا مت شرفتي سوى كحر أنت إله عزيز كي معزك الله غالب كي قهار كا الله إساقو عدو الدون الشرفية كرية له إساقو وحكي الرادين إيه مركا حين لأن بيده الملك إلهي قعنتي سا ملك يولم كجرة ملكي قال إلهي قاعد تيسك وجرى واقي مك آخر ربع إلهي ما مركز آخر الدوني سحق يدا دوك عيسى أدونك مركز الدوني سحق دوك عيسى حق الشيطان كم قال هذا ما قوة محرقة عيسى بدون قوة طبعا إلهي القرآن وحنا وش جاي بيده الملك ملكي قد ما تيني سجى قاعد تيسك وجرته سجى آخرية دون بهية سجى آخرية دون بالله قد ضلبا وحو سودة شيئي با آخرية دون بلغو قارة ولذلك با نبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية عزيقي إيا الشرفت قرم مسلم كوايا محا مسلمين تمانتا مهانكا كردقي ددليتا محا مهانتا كردقي مسلمين وصيشة قي نبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود صحيح أو حنا بقولين إذا تبايعتم بالعينة هذا عينة ذا كباع مشتريسان عينة هو النوع من أنواع الربا بيع على ما ذهيل هذا وهو ربا ذا كمدة هذا كوع عطان طريقي اللي يدين جديو أو عطان طريق الربا ذا تذبذنا قويها كأنه على غيابين إليه هذين بقية الدنيا كأنه دام وتكرر الله قادرني وبابا إنه هرم مريم
نبي روح عليه الصلاة والسلام هذا الربا كباع مشتريسان وهو أخذتم أذناب البقر لقضة دبضة قفصتان حول الرع يا الدنيا سيدي الله إلي لهون أو نولاتان ورضيتم بالزرع بيرها الرالك وهاتان سدح ذا قاب بن آدم كوحوك سدابو نبي تلمام إما إنت بيرا لي نغطوه إنت حول لي نغطوه إينا تجاري يسوف باع مشتر سما يسوف هذا قوات دورتان بو نبي عليه الصلاة والسلام ودبتنا إلهي الدين تيسنا اسكاك تكتان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إلهي وحو إذنكو اتحامي ذل النمو أن إذن كفيت بيننا دين تدبغ نغطانا مو يا نبي عليه الصلاة والسلام يعني المسلمين شرف لابو نبي مركا الله هذا يا أعزاء كرامة دون إذا لقى يقام مقعي ما موسى له ونقسوح إليه هذا دبو نغطان وعقلي نوكوكو من هذا نغالس إذا الله سمعيه بير يحول راء iyo baa mushtarinta haday fikradii inuu ku koobnaato oo ilaahay diintiisa ka tagtaan waa dulloobisa abuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam adullowdeena sidaa dullinimada uga baxaysaan waxa kaga baxaysa abuu nabigu leeyahay diinta ku noqotaan dadka muslimiinta haday diinta ku noqdaan diintu iyada inuu sheegaysaa inuu wax barano iyada inuu sheegaysaa inuu ciid yeelano iyada inuu sheegaysaa maamul iyo kala dambeyn inuu yeelano iyada inuu sheegaysaa تكون سنادات بين دنيا اللي جت لنا ما هثيري ما هالنظريات وواقع الدنيا كتير لنا يكون سنادات أي شرف يعز بكل هاي ما هو ملاين سبق الرضا يورب مرك استلام لا بقرا يورب استلام على هزنبرغ كوي نمسك تلنا يي أي كوي دن كان كلي سبين كتير لنا يلا تعالى ما يدبتنا وكحب بتبار كيف صاحنا بقر فرنسيس على الغرب طول حلا بقر كاو حلا الربا اللي جسي دايو بقر كاو كلا حدي سيلو بسي ديني يا ودوم علينا سي نمبا الله صوت ري وراغ سيدا هو حلا دري السلطان كي دولة العثمانية هيستي سليمان القانوني بقى الله دري قول لي يا سلطان وحنو كاعد سنين بقر كايجي واحدية وحنو حدية بقر هبلايو بقر كاسانا يوحق بطو حدي دا أدوك أقبل يا إيه نوبة سوى الدبل لي أنت مسلمين تلبا يرر مركز قبطان على إذا هذا مجتمع عالمي قوي مري ومريكا باي ما دوينا كلا فريستا أمي سوى الدبل كلا عيسان وانتهى لما وقا سوى حيا هاي مركا يبو يستلام عدا كلا فريستا ورني سيهب اللي سوى الدبل هاي وحيا هاي دادك مسلمين تها ما يني تركيا هاي با وحكو نوضين ماي إن الدين قاتل إن المسلم هاي إن إلهي سبحانه وتعالى راعي أيها الأحبة إلهي كتاب كيسوحنا وقلت الماما إياه ما لقل دانو دقو أي شرفتي يا ماموسك يا مقعك الرادية عزي مذمومة وعزي قال وضن لغفانه أما حول لغفانه أما الرهير لغفانه أما القبيل لغفانه وحاصر دمين وأساس الذل ولذلك يا إلهي القرآن كوحلي بل الذين كفروا في عزة وشقاء كو قالوا بي وحي كسو قيم بي إلهي لي في عزة لكن وعزي أنا هين كي دينتو أي ويري سيدات محاكم دا وحي إنو ما أنت كفانو هيدنا إنو كفانو نبو عليه الصلاة والسلام حديث إمام أبو داود ورنا يا حسن كاو حليه لينتهن لينت ويكوان توبي أما ويكتشوك سنبو نبقوا لا يقوم يفتخرون بآبائهم أبا ياشو دي لنتي كفانا يا أنو أن غير هبلو إني هبل هبلو أوقي هبل يو هبل يو هبل يو هبل نبقوا عليه الصلاة والسلام إنما هم فحم جهنم كوانا كفانا سوارد حش جهنم نبقوا عليه الصلاة والسلام أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه أما إلهي يكتسي وحكا قليداً دونتان حشرتاً يرى حار والوالك اللي ده أفكيسة سحرتك وقاضبه النبي حار والوالك حارك الريحة
كاسبا إله يكتس كم مقام ليدن دونتان هذا أبا كفان كان اسكت دينين إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بل إلهي وحيدا ككان يقول النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية كفان كيدية أبيا شيدية وحيدي ذات قوة ما حيقول النبي عليه إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي ذات قوة مؤمن إلهي كعب صنية هي فاجر ما حي شقية الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب وردتك آدم باور إنما ملك لك مايما ماذا سادو سعدت الدهب قليا روبادو مد قليس آدم باغت كتبين عدم القارة كتبين مجرته ولذلك نندا اللي يرضى أن يروكو كرتايا وذاهد الدين تفهمي أيا صعده وفاي لما تنمو حسن الريره دي ماله سوئك مشاخي وضا صعده مركيو ييمي أي الله أمان وريان إن كان يروقه وين هبل هبل الله ما هبل بأوه جاي ما هبل إن كيو يا وسيدة أوه يدي الله أمان يدي تنا وحسيري والله يا أوه يدا تاريخ ده ده إلى لغة تبقى في عنا الله رجعنا لليه ما هبل بابو نالي وضي يدي بوريست ورم هاي قبطان ما سواح الله شيء بريان غير هبل استلي وهو جميع عين كابو نالي برجير غير هبل وأنا كي حقه كابي وح الله شيء إن كي شيخ أبو كسر نوضع وحولي تكلمي والي نقاتل ما يمان يا بني هو بيش كان ورمليش كان وحسب يورد مركانه والله يودا شيغي بولي دد ولايي نين ما درو قاتل ودد لايي ايا لا امان يا بولي دد كان مان مسلم كاي قال بو كيمي وحسلات دد مسلمين دا اركيسايو اسلام نما كفان يو هيستا نبي عليه الصلاه والسلام حين قرب ان كفان قبيل كان يو حن كلي لشيغي قرآن كإلهينا وقلت الماضي نبي شعيب إلهي وحليه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا نبي شعيب وبين هذا وحنا أتكوها اللسان نقفه بمين وحبضنا وكميدا أدينا وحنا نقوى أرغنا قف ضعيفة قف مقعي ما مسلك وما أرغنا ولولا رهطك لرجمناك تلقاه داني تشوغين رقحبانك وقدل الله يبين هذا وما أنت علينا بعزيز أكتا يدا نمد عزيزة كمته البيلاد نبي الله شعيب سقو جوابه وحولي يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وارم الطلقي با إلهي دين كلوين بيولي وحا إغو ديني سانا ما آلية دين أدو عزيز مد طلقي با إذن لما قعوين لما أنت أنا مددك أنت بضن طلقي الرركي قبيلكي يوحن با مقعوة وهو كفان يوقوة واتخذتموه وراءكم ذهرية واتخذتموه أيها الأحبة نبغ عليه الصلاة والسلام حديثك مسلم ورين يوحى تلمامي أفردتك كتك ما يانا رماية جاهلية ذا كم إذا أبا كفانك إيانا سبعي قدتك لليدة إيانا سبكوضة لعاي إيكوان حدقاء الرب كان إليه iyo meed kan loo ooyayo dumar ku ka dul qaylinayaan afartaasi afartuba umur jahiliya bu nabugo tilmaamay ayuha la hibba wax lagu faana maaha xoola badni iyo tira badni midnaba reerka iyaga tira badan oo laan dheer aanunay maalka iyaga tira badan oo anagu fuq aqniyaanunay idinkuna fuqaraati wax ma haystaan waa kuwa waxay gaalku ku faanaan qur-aanku siduu inoo sheegay قرآن إلهي محقوت المامية لبن إنه دودة يا إلهي في سورة الكهف نظور دودة لبن إنه نحت على من إلهي الرمي بولي يدين بكل واغية ككالنا وان كاتول يحول ببطن يبو كفانية ككالنا وان كاتول يحول ببطن يبو كفانية وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا بولي أنا كاحول ببطن dadka ugu weegaarana ay ka tiro badan yihiin arruurtayda iyo tolkay iyo maalka maartay dadka ay shaqeeyni waxa ugu weegaarana waxa ka tiro badan yihiin buulay ila haddii nabigu tilmaamay qaar ba maryahi xidhan yiin ku faaro isla weyn inta marayar xidho dadka iska la weyn man labisa thawba shuhratin fi dunya albasahu allah thawba madhallatin yawm alqiyam mar allah isku caan bixiyo lagu faanfaaro ka adduunka ku xidha مرد الدل إنما دا إلهي آخره وحدابون نبي قتل مامي عليه الصلاة والسلام
أيها الأحبة، قالت السنة ما يكفانا يريا مبادئ دودية رقم دودية هيستين. إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامي واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. إلهي سكدي وحي يشين إلهي يصنمو يوحي عابدان يمبادئ له ليكونوا لهم عزا سوي يقول نقضه من وحكم منعية من وقرقارة وهيلية سوء النقضة حالة ما إذا ما أنت دات كأن المبادئ ده قالة ده كفارية نوين وقويها هنا انتو يسسوتها أي مبدأ قالة دي هيستيبا كقوصتي انتو كور رما بو كفانية ولي أنكو كامبانوني 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 ومبدأ كوي هيستي عيبتي سايشيغيا ديمقراطية ده لغفانو فيلسوف ريسكو دوحي هديبو لي ميت فيلسوفي ديمقراطية الله قاضي لها إيادة سيد ديمقراطية الله لنقم لها بين الفلاسفة أقويها كان لو يدين لها بعشا اسمحوا أنت مسوي هناك سنتاج توه الرئيسية خسارتها مبدأ وهو الرئيسية خسارة إيادة نقول لها بولي لكن الدين ما يستوحوا لها موكا لي وهي يقارك تدود نكا قاتشونا يا إيوحوا عنوك لي وهي كدافة اسكبارنا يا هذا هذا هو حيث أنك دافد الله بعد تكور من إن جاءنا يسق واحد عنا أنا إذا سق واحد الله قرابي وعلى ردنا دبا بدين ودافد بعده أدي كسه لقو قرابي ماي هذا إلهي كتاب يسجد وإنه إلهي القرآن كما حكت الماما وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلهي وحلي كتاب شرفتي نكشرتان دي سودتي ذكره إني ما مسك نكشره كتاب عزيز زمان دي سيبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن أنا وحي لنا وحبك ومقربة بيلك الآن كره دمنا كي إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وح باطل هبيراتكم مجران ونكنا قرا أين نقول أنا وحبك مجران يا حقي وح كُجِرَان مبادئ ترى القلبات كي كُجِرَان إن الدلو ذا صامر كحق ما إلى يسوكوا عزينية إلى يسوكوا عزينية كلام كسيب الدليني ساي هذا كلام كسيله وما ها عزيز من غمف في الله دي قاله هذا ملك له وح كر رادينية هذا قال راعستي أمان مودي وإلى القرآن ككلي بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ودي تافك كشيكتي يا ان كنا خمينين قلوبته داني كجيرين ومنافق الله لا اوغو بشاريبا الهين ان عذاب كل ليين وقوان محا علامه الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وحيولي يا قرابه كدغن يان با الهي لا يقالدا مؤمن كنوا كسي عرريا ورما مقعي ماموس يا شرف يا منع حق بك الرادين يا با اله الا الله مقالكو تمر بضيب رب الله سبحانه وتعالى فان العزه لله جميعا ورد التمر يحوك ربطه الهي باسكله شرف يا كرامه الهي باسكله سبحانه وتعالى ايها الاحبه صلاتك بي وقتي صلاتي قاعد وحمرك كسو كوبيا إلهي أسماء سي العزيز كمت إلهي بام مدنان يا ماموس يا عظم يا ويني يردن له يا حوق يا قهر يا غلبه والله غالب على أمري استغنى المعز ومن أسمائه كمت استغنى وح كرامية أو وح شرفة عد الذلية ويد اللودة ومن يهن الله فما له من مكرم مسلم قال لك سي إلهي بذلية مرك إلهي كتغير فما له من مكرم أما قال اسكنب أما عدة دونتا اسكنب وكسيبه ميسنه كوه وحيستيه كوه ما قعيدة شيئا يا عالم الإسلامي شوغا قال هذا محيو قبطا وحيستان ويكاق هذا وأنا قميستان ذو اللي نمت يود ميسنه يقول باديها كقلنا ولا أعرق الرعضة كحرية بضان قررني قلس كالرعضة يهود كيسا شوغا عني سمالا كاسا كحرية بضان قميسك كجران ويا إلهي بايدي ومن يهن الله فما له من مكرم
عزنا إلهي وحينو شغين ويسيقو اسكالي. إذن مدح هي عامية من شباب مركز الاسكو كان داره هذا إنه مدناني ماموس دولة نمر ربنا هذا إنه مقع يدين ربنا هذا إنه دقالية هنتر ربنا حق وشيران كر رادينه حق قالك وحبه شيران أما قال إنه دوها هذا أما قال إنه فقه هذا وحبه ما هي حق وح شيران وحق إلهي سبحانه وتعالى إلهي سقال بابد كوفر يو قال كاكود الليني سقال بابد كوفر يو صراط المستقيم كخطوصية شتك قمان إن الله شيء الدنيا إن الله شيء آخرة والغم ما مش كخطوصية إذا سؤال شيء سوي دين تلو حي تهيون إنكو حق إنه عزتك الرادينينا لأنه رميسنا إنه إلهي عزيز يا المعز يا إنه أكتي سكر رادينا مسه وحينو كبادي دوننا ميلاني كتشيري أبيال دنتي يا قبائل إنه شاغنو يا وحوغا يرو تراما هانتيو إنه سنر ديرنا هاي إيوه قال مد عاد يمين بدوبك ودورها هذه ما حقا سينو كر رادينا مسي حقي إلهي إنه شاغي بينو كر رادينا حقي إلهي إنه شاغي إنه كر رادينا بينا دوك أنه مقع كيالا رينا دينو مقع دورينا آخرنا نارك قبل بادينا جنانا كهلينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.